في نهار من شهر جويليا كانت تونس مازالت كيف تجاوزت الموجة الأولى من جائحة كورونا. حليت البيسي باش نعرف الأخبار كما أي مواطن تونسي الفترة هذيك. تراجع مؤشرات انتشار فيروس كورونا في تونس لا يعني انتهاء الوباء. وفق عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا حبيب غديرة، والذي أكد أيضا أن الحالة الوبائية في تونس تعتبر تحت السيطرة، وأكد غديرة أهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها تونس منذ فترة مما يعزز جاهزية كل الأطراف للاحتمالات الأسوأ. تونس من بين أسوأ الدول من حيث التجهيزات والمعدات والإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا حسب التقرير اللي أصدرته أوكسفام سنة 2020، وين انخفضت حصص الإنفاق على التعليم والصحة في الميزانية العمومية بشكل كبير بين 2011 و2019 من 26.6% ل 17.7% بالنسبة للتعليم، ومن 6.6% ل 5% بالنسبة للصحة في 2019. نرجع لاستقرار الوضع الوبائي. وصلنا لشهر ديسمبر وعدد الوفيات وصل لل 1512. صحيح تونس هي أقل من البلدان المجاورة لها كما الجزائر ومصر والمغرب، لكن هذا ما يمنعش أنه اللي خسرناهم هي أرواح بشرية. استباقية المرصد الوطني لمواجهة الأمراض الجديدة والمستجدة المفروض تكون من استباقية وزارة الصحة، اللي على امتداد 10 سنوات قاعدة ضعيفة وعلى نفس المستوى. نحكيه على 6% هي ميزانية وزارة الصحة في 2010 و 6.55% هي ميزانية وزارة الصحة في 2020، على الرغم من ارتفاع ميزانية الدولة من 18 مليار و 272 مليون دينار سنة 2010 ل 43 مليار و700 مليون دينار في 2020. مش كان تونس كهو، لأنه على الرغم من ضخامة حجم ميزانيات أغلب الدول العربية اللي تعد الأعلى في معظمها طيلة 10 سنوات، إلا أنه الميزانية المخصصة للصحة ونسبة الإنفاق على هذا القطاع ما زالت صغيرة ومحدودة. والمزري أكثر أنه إنفاق الدولة على الصحة خاصة في تونس 4.13% مقارنة بالإنفاق الشخصي المباشر اللي وصل ل 39.12% سنة 2020. نرجع موضوعنا. وين نتفرج؟ فكرت لي عندي صديق اسمه حسام، توفى لأنه ذنب الوحيد كان يعيش في ولاية القصرين اللي تعد من أفقر الولايات في تونس، وبمجرد أنه مرض بكوفيد 19 في الموجة الأولى ما لقولوش بلاصة في المستشفى الجهوي لأنه كان معبي وعدد الأسرة كان محدود، فاضطروا لنقله لولاية صفاقس لأنها كانت الأقرب للقصرين ومن بين الخمسة ولايات اللي عندها مستشفيات عامة على غرار الولايات الأخرى، لكن للأسف توفى قبل ما يوصل. الغريب في الأمر أن نسبة المؤمنين صحيا من المرض والوضع حسب الصندوق الوطني للتأمين على المرض مش هادش ارتفاع، والتو ما زالت نسبة قليلة تقدر 1.41% في 2015 بعد ما كانت 1.03 في 2009. المشكلة هذه حاجة من بين المشاكل اللي يعانيها قطاع الصحة في تونس، كما نقص الأدوية ونقص المعدات في المستشفيات وضعف أجور الأطباء، ولعل هذم هم أهم الأسباب اللي خلت الأطباء يهاجروا بشكل مهول من 6% سنة 2013 لما بين 15.20% في 2016 و45% في 2017. أزمتنا الصحية في تونس مش من جراء فيروس كورونا، ولكن هي تراكمات، وكان هذا الوباء هو القطرة اللي فاض بها الكاس.